ويو 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 ويو. سواقة فاشلة. اوه ماي جاد، يسوي له فعالية. اوف والله لاعب فنان بس مع رادار. مثبت عليه جعفر، قالت مش اوبن. شوفوا كيف مثبت واقف. اوه ماي جاد. السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا شباب؟ طيبين ان شاء الله. معكم ابو رياد، نجيب لكم فيديو جديد، فيديو سنطور زي ما عودناكم دائما وابدا. ابو رياد كاشف البقرية بدون مقدمات وبدون اي شيء. سبسكرايب، لايك، خلنا نطلق المركز الامني، خلنا نشوف جعفر وبعبوع اليومين هذه قاعد يلعب بخبث شوي. ليتس جو. ان شاء الله جورج مشهل علي الخاصية. المحققون من 100 ساعة مدري وشو. عين الدجاجة، يا رب ما يجي فصل الخادم. موافق، سيتم اعطاء. اوكي اليوم رستخ ان شاء الله ما فيه مشاكل. محمل الموارد، محمل السكنات، مضبط كل شيء يا اخوان. اوه كوب فلهالة. ايوه دو ما برينجل. اتوقع جهة قتكا هذا المكان او جبل قتكا. خلنا نشوف الخريطة. يب عنده 3 كلات، باقي 26 الايف. الجماعة تلعب بحذر صدقوني يا اخوان، لكن ما عندي اي مشكلة. انتظرهم انتظرهم ان شاء الله لسنتين. وجاء مسوي هولد من الآن. إيش في كابتن؟ ما في حولم أحد أبداً يا إخوان. متسحب هذا الدرجة مسوي هولد هذا الآدمي. وجاء ودخل وجهه بالجدار. وانا أنت بتوصل يا كابتن يا عفارة. أوكي بيضطر يدخل زون الآن وبيضطر يسوي مكاتلات وبنشوف. 400 متر يا إخوان، 300. هدى بدل سويتش، يبغى يرمي يبغى يرمي. يقول خلك زي ما أنت. أيوة 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 زي ما أنت زي ما أنت زي ما أنت زي ما أنت. 200 متر والله اكبر جعفر. ول 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 والسواقة ول يا اخوان. وقف السيارة وكمل وركض، ما يثق فيها، ما يثق في رقم 2 ابدا، ما يثق فيه درجة اضطر ان هو يدخل ركض. يا اخوان لا يكون هذا كوبي بيست عن طريق النفس الاول اللي في المقطع اللي فات. خبث مو طبيعي، هدوء يا اخوان. هذا يمشي حك وجه بالجدار. ايش فيه؟ حك وجه بالجدار. ها اكثر لاعب يحك وجه بالجدار. وجه نلعب كونكور بس ما نسوي هولد لهذه الدرجة. اول الجيم انزل اروح مكان بعيد اتقضى ضبط اموري وادخل زون. واجهت تيم هلا وسهلا، قع ما واجهت اخذ بوزيشن وادور يشوف تيم نقرا الماب. هذا بس يمشي ويحك وجه بالجدار بس. شوف اللي هذا اللي يغث والله. اللي قاعد اصور ساعتين 14 ساعات ما عندي مشكله. مشترك في جوجل درايف، فعل خاصيه ارفع حتى 100 جيجا ما عندي مشكله. اصور ان شاء الله 100 جيجا فيديو واحد ما عندي مشكله. اي دونت كير. اسوي ابلود اقعد سنتين، اقعد سنتين الا ما اشوف هذا البعبوع ايش عنده. والله اكبر. واو 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 واو. هذول اغبياء، اغبى اثنين شفتهم في حياتي. سويت عليهم ريفيو. تاركين السياره وبتقول ابيض خلص البنزين، نزل على تانكي بنزين. والله جعفر تفكر على الاقل. حتى ما دخلوا زون، لا وقفوا قبل. يقول وقف وقف بنزين. راح يصار على طول، يروح الاماكن اللي ما حوله احد. يشوفهم شان. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انفجأ. يحاول يدخل زون من اقصى اليسار. طيب انت مو متاكد من مدينه ما في احد؟ بيلف يا اخوان من اقصى اليسار، يركض ركض طول اليوم، يروح الاماكن اللي ما حوله احد دائما وابدا. الهاك يروح المكان اللي ما في لاعبين. طيب انت الان كيف مطمن من المدينه بوشينكي ما في احد في البنايه، ما في احد بيقطع على الزون؟ يلف لف يا اخوان، واضح انه رايح على اماكن ما فيها لاعب. يركض اوبن ولا يبالي، يدري بعيدين ما راح يشوفون. والله لفت واحد واثق من مكانه، واثق من التحرك، واثق من كل شيء. رؤية أشعة إكس. نعم برسل قراري بإذن الله، يبلع بإذن الله. طالع فيه بنص عين. لا تقول لي هاي طالع على اليمين، باقي 6. يعني اللي كان يركض معهم دخل زون. انتهى زمان ولا أني أنا ما عاد أجيب كلات والأمور هذه وصل. لا صاروا الآن بس رادار يوجههم بس، ولا يشتبكم ولا شيء، بس يوجه جعفر. شوف كيف يطالع هذا اللي بعد 200 متر هو أقرب واحد لها 250 متر، البقية 270 300. ولي ما يفيت جعفر، بس تسنقل جعفر تلعب. هم ما يلعبون أبدا، هو ما يفيت أبدا ولا يشتبك، بس توجيهات قدام في محققين. لا تزنكبين أم أمي يا جعفر يا حولة. 200 وإس بشو بشو بقي، خليكي جاهزة. وين وين بابوي حط أنا ميزاد. ما أقدر ما أقدر. في محققين شفنا من جوا البيت بالشباك اللي صار يلعن شكله طالع. شفتم هذاك النمس اللي في صحراء كالهاري اللي يطلع زي كذا طول اليوم يتلفت، إذا شاف صقر يصرخ وينزلون. هذا هو، حط لنا رياكشن مخرجنا، خلينا نشوف النوع الحيوان هذا. حيوانات قاعد نشوف، ما نشوف لعبة ببجي موبايل. انذار مبكر، هذا طائرة تواكس. حتى الدبة فاشلة بس مشوها. واي الزون عندهم، الزون يخدم الهاكات ولا تراك.
تابع بثي بس بالصحراء شوف الجلطة كيف. جبل يا اخوان جبل ما عمر الزون صغر فيه. الله يلعن خالتك زون. سلم سلم عاد. اكلوا بعض اخيرا. يصغر الزون يصغر يصغر يصغر. يلعن جدك ويلعن ابو الزون. رجع وين عاد اروح. والتركية قهوة قهوة تركية. شكرا جورج. هذا الهروب من الزون ولا لعبة ببجي. شكرا جورج. وانا اناحر وسموك واريف ابو سليمان وانوك واذبح اللي عندي واقدم واذبح اليمين وهو متكي. الله يكتمك يا جورج. سكنات ما في شنطة باراشوت ونشبها في الملعونة ونزل فوق الجبل وانت عند الزون 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 الين هنا. خلاص مبسوط. شكرا جورج. واحنا ما نقدر نطلع فوق الدنيا ما فيها طلوع. صغر الزون مرة ثالثة بدأ يقرب الاغراض. ضاقت الدنيا. صغر جورج الزون الين يوصل زي كذا الزون على التركي مخنوق. ثانك يو جورج. واحنا قاعدين فرست. اخ بس شوف جعفر وين غيرت بوزيشن فوق البنايه عشان تشوف. واحد الله اكبر شيك بنص عين يا اخوان. خبيث مخبث وجع قلب فار جرث بقي بش. فري فاير مستلمه من اللي ورا. بش بعبوي بش تهور بعبوي يا اخوان. رجع السيف في اللاست تايم. جعفر اشتبكه تبغى اشوف من فاز. رقم 2 بيضطر يطلع يمين وهذا يضطر يطلع من الشكل اوتسايد زون. بش عن طريق الباقي بش درع بعبوي. من فاز اذا اختفى رقم 2 معناته خلاص. دبس اللي بعده ناكس. اوه سكوات يسوون فعالية على التيم اللي ضدهم. دقيقة هذا لاعبين ضد هذول. ايش قاعد يسوي؟ اوه ماي جاد يسوي له فعالية هو. انا اقول ايش ذا اللاعبين اللي عليهم المستطيل السماوي هذا خير ايش فيه؟ يسوون عليه فعالية تفتح باب سكر باب. مسخروك باباي. زعل باباي. باباي سيعود. باباي وين طاجوه وين؟ يمكن يا سناي. احيوه بلع. مين وجع دمجه بالمناره فوق. اوه لقت زبلاين نايس. بيكيف الحين بيكيف. فك زوم واجد. لو كان رادار كان بيشوفهم من اول ثم يفك عليهم زوم. هيلب مي. واي واي بيفنشون. واي يا ويلك باباي. حتى تفنش يا باباي. بيتفنش قبل لا يوصل. واي مع برا. وي 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 وي. واي واي طعنوا طعنوا. انا لو انتهاك ما ببلغ عليك بعد المسخره هذه. فعاليه بعدين طعنوك مشكله مصيبه. ناكس. والله والفرست بيرسن. الله لا يا الله. ها التفت على اليمين معقول. صخره يا صخره احول. والله شاف اللي بالبيوت اقسم بالله يطالع فيهم يا رجل. فلير بالحبشه. مدرعه يقول له انسحب يا رجل. مدرعه يقول خلنا اخذ ملاحم من قطه معظم. انا قلت ايش ذا الملتوف الفاشله. اوه ماي جاد سوى لقطه يا رب انه مو هاك. هذا اجمل ريفيو على لاعب نظيف. مو كل الريفيوات ندور هاكات بالعكس. اذا في لاعب نظيف نقول لاعب نظيف لاعب يجنن لعبه حلو. خلاص اصدمه طلعها. واو على فكره هو اللي وقع الاثنين. يلحق وراه يلحق وراه يلحق وراه. لاعب فنان بس مع رادار. والله والله يا اخوان والله لاعب فنان بس مع رادار. يا ليتك يا بعبعي لعبت نظيف. بيجتمع عندك اللعب والفن والابداع لكن تدمج معها رادار كذا انت سلح. والله رادار مع الاسف عرفت انه رادار مين التفت على البيبي تحت وعرفت مين ملحق هذا وقاعد يلحق وراه على فكره. طيب ليش تركت البنايه السكول ما شيكت ما فرملت شفت في احد جاء دغري عليه لحقه تبع وقطع من يسار. يا حسافه بس شفتم كيف يطالع فيه خبيث مخبث.
عشان انا الكاميرا تبعي مغطي على هم في اليسار موجودين مع الاسف. اللقطه اسطوريه بس مو مع رادار مصيبه هذه. ويو 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 ويو. يا ويلك باباي. سواقه فاشله تبغى تطلع من يما. ايزي يقول خفت خفت. ما انت عارف عمرك يا عمر. استسلم. هاي يقول استسلم خلاص. ايوه طالع. ايوه ايوه ستطلع بالتلفزيون يا بعبع. ها ها ها. لا لا بس يبغاهم يرمون عشان يقولون اوه رمانه. شوفوا انا مو رادار. من صوت الرمي انا حركت على طول. شيء كان يشوفه كيف. يا بعبعي توليت. يا بعبعي توليت. خلاص بعرها بحسابك وطلع بالتلفزيون. يطالع اللي باليسار. اوه ماي جاد. يبغى يلوت الدرب ترى على فكره مو جاي هنا عشان شيء. يبغى يلوت الدرب يشوف في باقي في تفاتف شيء. شاف اللي ورا. شاف اللي ورا. ورب الكعبه يطالع فيه. اقسم بالله يطالع فيه. اقسم بالله يطالع فيه. بعبعي. شوف شوف كيف يطلع. ايش كيف يطلع. مهما حاول يا اخوان نص عين هذه مصيبه. راحوا النيل والله. حتى هذا فقع نيل. بلعوا نيل خلاص. اللي ضدهم يلعبون. ايه ممسم. شفتم كيف؟ يطالع فيه. الموفمنت كلش حلو. الديكوريشن حلو. الديسكنات. لكن في شيء مو حلو. ايوه 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 ايوه. طعجوك باباي. شقوه شق يلعبون. حملوا نيت. ودع ملوتوف باربيكيو قرنطة ابلع. بنشوف قراري في الفيديو الجاي. خلوكم معي وركزوا وشوف قراراتنا. اول واحد قلت عن هاك. ثاني واحد ما بلغت عليه. ثالث واحد قلت هاك. نرجع بعدين ونشوف القرارات النهائية يا اخوان. نكس بوباي. جعفر مطقمين وبوباي معهم الدجاجة. مسوين فعالية. مسوين عليه فعالية. واي بوباي. بوباي مسوين عليه فعالية ولا هم مسوين فعالية ولا مين مسوي فعالية؟ هم مسوين فعالية على واحد. اوكي ثمان كلات. او ماي جاد. مع جعفر متقضية صارت تفرط. او ماي جاد. 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 لا هذا اول شيء رادار. بس خلينا نشوف ردة الفعل قبل ما يبين. اصبر ديبي. اوكي مقيم ثبت قاطع نفس. سكن الدجاج. جعفر مطقمة في ستال علوسة. صارت تفرط. الشنطة تلمع من هنا. او ماي جاد مثبت عليه. جعفر قاعدة مش اوبن. زي اللي يقول فيك خير طلع اذنك. والله ما تمس جعفرتي مثقال ذرة. يا الهي يا اخوان شوفوا كيف مثبت واثق. او ماي جاد. الانبوت لف لف الانبوت. واي واي بابوي. ما بضغط شيء عشان لا يطفي. وانا اقول كيف جعفر تسوي فعاليه تشيل وتنزل ومضرب. اثاري بعبع ينوكم يسوون فعاليات. شوف كل ما نشيل اشوف بابوي. شوف بابوي يلا كنقور. على فكرة الآن عنده كان أول ثمانية صح؟ تسعة وقع اللي فوق البناية ترى على بالكم ما وقع. وقع اللي في الباقي. وكم صار عندك كل الآن؟ عند الآن عشرة. اللي فوق مثبت عليه سمطة على فكرة. أيوة شوف كيف بيم على هذا حبيبي بوباي. فك الإيم اضرب يا بوباي. واي وربي لاعب مو بوت لاعب. وقعوا من ورا الشجرة. لا إله إلا الله. اثنين يقولوا بياد ليش مستقد؟ ما أنا مستقد لحد. يا اخوان ما يحترم بيت ما يحترم كفر ما يحترم اي شيء. يبقى يضرب وين ما تروح. عند الرصاص مغناطيس. شوف يطال. ابو جا واي واي جعفر الرقم 4 طاحت.
في السلالوسة انهار بوبوي انهار يلحق على جعفر همشي رقم 4 لا احد يمسها يا اخوان طقم لها طقم في سهل علوسة سلطة فروت الهلمت واي واي وصلت جعفر الحين بش على هذا يا اخوان اتفضل علام يا حبيب قلبي شوف شوف كيف يسبق طلع بوت اوكي 12 كيلو خلوه خل هذا الوجبة الدسمة هذا اللي تصمت وتنام مرتاح قرير العين نام مبسوط يومك يكتمل سعيد جدا ايوه حتى فيكتور لابس سكن الدجاجة اوه العلوسة رقم يسوون فعاليات بابا يسكين بلا رايحين نجيب الجيم لا هذا ثلاثة بابا يحمل رقم اثنين رقم اثنين هي الجعفر الاساس مخدومة مخدومة بتكي في السيارة مخدومة تلوت مخدومة تشرب بيبسي مخدومة سكن الفستان العلوسة والشنطة اللي تلمع الصندوق البوكس طقم جعافر معروف معروف طقم الجعافر بوبوي مخرب هذا معطب الشغلة هذا الاثنين اللي شبكوها جيب لك واحد يمسح السيرفر وعنده بان هاك ما يتبند هاك ما يتبند بإذن الله قبل يخلص الريفيو كلهم الأربعة لأن إذا بلع باد هاك الأساسي كلهم يبلعوا واي فكر بابا يفكر شفتيني وأنا أفكر لا كيف وأنا أفكر يا عمري يا بابا يركب وقف ارجع للسيارة رجع للسيارة مكان ما طلعت أنا ما راح أركب لين أنا دعلت حلاس أنزح معكم أسوي معك نسوي ظريفي نسوي فعاليات شوفوا جعفر كيف مروقة ها شوفوا كمية السلطة فروت اللي في راسها سلطة فواكه أبا أنا أوريك ويو 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 يا ويلك باباي باباي الآن نبندم قبل لي أرسلت بلاغ الآن شوفوا كيف يفرمت ها احترم الجبل طيب احترم واجع فرة بشت بغيت انا عندس بغيت هندسه بغيت انعدس بابوي ها جيتك في الوقت الصعب صح شغلت ويو 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 ويوم قبل لا تشتبك جعفر راح بسم الله الرحمن الرحيم واي جاهم سياره شوف كيف يلحق السياره يا اخوان اركب جعفر نزلت جعفر نزلت نزل معه بابوي ما يتخلى انا ما يتخلى بابوي واي 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 ويش جعفر تسوي بيكن فاير ويبيك ماء شوف كيف يحمي يا اخوان شفتم كلمة مقولة بظهري ها وقع نوك بالدي بي انا بظهرك هذا يطبق المقولة من وراها يرمي اوه فجع لا اوفر كذا دائما كثير يقول يا بياد يا اخوان جعفرة تنزل ينزل معها تركب سيارة تركب معها نزلت ينزل معها تلوت صندوق يلوت معها ياخذ سيارة تركب معها مهتم فيها أقصى اهتمام أنا لو أوقع نوك والله عند رجولة أبترم حط يدك حط يدك شوي حط رجلك طيب شوي أفطسهم باقي فيتو هذه على طول أول ما توقع أنا نو ريفايف على طول ما يمديها اهتمام تجيها طلقة أي بوبوي مسح أربعة على طول في الفرمات يجي واحد يقول أبي ليش تقول جعفر بوبوي بوبوي شغل ليها أصلا اللعبة فاشلة شغل عشان جعفر تبغى كونكور الكونكور يزهابك يا عمري يزهب فيك وتسحب عليه أول ما تأخذ الكونكور يجلس ثلاث دقائق يسحب بحياة الفهد عليك يدور جعفر ثاني أو ماي جاد أبو سالم أبو جورج الحق يا جورج افصل فيش الله ياخذ عقلك جورج ما سحس حتى يطير بالزبلين جابه جورج الحق الله ياخذ عقلك شوف لنا حل اللي بالبيت باقي اللي بالبيت ايوه او ماي جاد يا اخوان 17 كل واي رقم ثلاثة بلا بلا دبس واه تفنش واي جعفرة ماتت باباي جعفرة باباي لا ابي تلحق بتلحق البرشوت بتلحق بترجع شفتم رجعت جعفرة بس رقم ثلاثة ما رجع خلاص يا ويلهم اخذ ايش برا يا ويلك اللي فنشت بدبس يا ويلك لو زعلت زعلت طلعت زعلت ليش يا بابوي ما تهتم فيني ليه تسحب علينا والله رايح حلوة الدرب وايد خاصم معهم قبزت بينهم يا اخوان زعلوا زعلوا من بعض جعفرة رجعت جعفرة انبسط الحين انا بروح اجيب جعفرتي اركها انا معك من التيم الله ياخذ عقلك انا معك خويك اجيب لك امو وانقلع ابغى بجعفرتي ما ابغاك زعل رمى بالبيكيسي لا 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 وجع راح يجيب لها اراضيه يجيب لها
اضرب بالدراغون رضوى بس انه انا تفنشت ولا ورجعت بس زعلت. اجيب لك الحين قروزة الحين يقولها خلاص الحين ما عاد عندك حياة، ما عاد عندك رجعة، خليكي في البيت، انا مسح لك السيرفر وجه يذهبك الكونكور من الان. اقعدي بس لا تفيتين، انا الان اروح امسح السيرفر وجه. واي حركة الدلفين، خلاص بمسح السيرفر يا اخوان. واي شاف واحد مسكين على الاوبن راح له على طول مباشرة، اتخبى نام مسكين، يتخبى اندعس انعدس. والله قلت لكم يا اخوان والله هي تفنشت مرتين ما عاد عندها رجعة، قال اقعدي في البناية بس انا امسح لك السيرفر واجي. جت متهورة جعفرة وين؟ مشكلة جعفرة هذه المتمردة يسمونها المتمردة، جعفرة المتمردة ما تسمع الكلام. بابا انا العب كي يسكت انا العصر بروح خلاص تعال اركبي معنا. لا خلاص طيب يلا بجي معك. صح ما عندي حياة يا عمري يا بابوي، ابغى ايفون برو ماكس 14 بشريبي وكونكور، ايش تبغين بعد؟ سيفورة ابشري، سوارفسكي ابشري، شنطة لويس في تو ابشري. ابو سالم ابوي يا اخوان 18 كيلو ولد بلعوا يبغى تجيب كلها تول، اذا ما ضبط مع الوضع مونستر سلام عليك. وين البقية؟ باقي لاست ون، وإلى الآن ما تبنى 19 كل فوتات، ما يدي يعرف ما عليها نقاط، يدي بلاير بس، يدي بلاير من البلاير يدي نقاط من جد. ألعب جيم لو أذبح 7 بوتات ولاعبين 9 كلات يديني 10 نقاط، ألعب جيم 6 كلات مثلا 4 لاعبين و2 بوتات يديني 17 نقطة. والله العظيم يا إخوان كلات مع اللاعبين يدي نقاط أعلى، فيديها بس بلاير بوتات يصمت. هذا وين متخبي الله ياخذ عقل؟ هذا وين ذلف؟ يسار على بعد 388 متر بش عليه دايركتلي، يا رب يطلع معرق يفقع الدبس، يا رب يخرب عليهم باباي، يا رب انخابرك باباي. سلام عليكم باباي. وقف عنده بدأ مسوي طلبية يا اخوان من بداية من نص الجيم باقي فوق 30 لايف وانا مبلغ الى الان ما بلع. هذا معطب الشغلة يا اخوان بالله، الموارد تالفة والله، عقلك اللي تالف والله، لعبتك اللي تالفة يا جورج، اقسم بالله ما في اتلف من لعبتك، يا تالف يا تافه يا اتفه التافهين يا اتلف التالفين. المهم ربي يسعدكم، الفيديو الجاي لازم اشوف قراراتي، اتاكد من قراراتي، هذا ابغى اشوف بلع ولا اللي قبله اللي شكيتم قلتم لا فنان بس عشان رمى ملتوف سواها بركان وابوت واحد معي في التيم، انا سويتها وانا ابوت، لا انا مبوته خاصة صراحة ما قد سويتها صراحة، سواها ابو سليمان رمى ملتوف سوى انتهى بس، لا سوى لجطة بعد، أي واحد يقدر يسويها، بس الرادار، لكن الفيديو الجاي نشوف هل هو فعلا الرادار أو لا، انتظرونا الفيديو الجاي، نشوفكم على خير إن شاء الله، الله في فيرو بدي، بقلوب.